السلام عليكم. السلام عليكم، معكم أنس الكرامة عن مقاولة نحلة الجودي لتربية النحل وإنتاج العسل بنوعيه. كاين عندنا العسل ديال الأعشاب وكذلك العسل ديال الضاموس، ودخلنا فيه واحد إضافة جديدة في الأسواق المتنقلة ديال المكناس في النسخة ديالو الثانية، واحد إضافة اللي هي جديدة أملو باللوز وزيت أرقان، لمسة مكناسية عساوية جديدة. كنقولوا للزبناء ديالنا الكرام مرحبا بكم، رحنا كاينين من 6 حتى 13 إن شاء الله في الشهر، مرحبا بكم زورونا، رحنا كاينين بالضبط في قبلة المحكمة السنة في القصر البلدي. شكرا بزاف والله يسركم. الجولة دازت مزيانة، كان الحضور ديال رئيس الجهة السيد الأنصاري وكذلك السيد العابي اللي شرفنا بالحضور ديالو، يعني كان بالمناسبة ديال الذكرى ديال المسيرة الخضراء، كان واحد الجو زويون وكل شيء داز على ما يرام الحمد لله. أول معرض ديالكم ولا؟ لا هذا ثاني معرض، المعرض الأول درناه في شهر 8 في المضيق، وهذا المعرض ديالنا الثاني. كاين شي إقبال؟ الحمد لله البارح كان إقبال تبارك الله بزاف، سيرتو على أملو وعلى العسل ديال الدغموس، واليوم الحمد لله حتى اليوم مزيان الحمد لله. مقارنة بمدينة المضيق مكناس بزاف حسن بزاف كاع. الأثمنة كاين بالنسبة لحنا المقاولة ديال نحلة الجودي، كما كتعرفوا أنا ماشي تعاونية، يعني مقاول ذاتي، الحرفة كسبناها أبا عن جد. الاختصاص ديالنا هو منتوج أو جوج منتوجات ديال العسل في السنة، كاين العسل ديال الأعشاب اللي هو ديال الدواء، وكذلك العسل ديال الدغموس بجوج ديال الدواء. بالنسبة للأثمنة العسل ديال الأعشاب 300 درهم الكيلو، نص كيلو 150 درهم، وديال الدغموس 400 درهم الكيلو، ونص كيلو داير 200 درهم. وبالنسبه للاملو كذلك اللي باللوز والعسل الارغان اللي كتعرفوا الغلا ديالو في هذه الوقيته، هذه داير الكيلو داير 200 درهم، والنص كيلو داير 100 درهم. هذا الماء ديال اش؟ هذا زيت ارغان باش كنخدموا الاملو. الارغان هذه هذيك الشونتيو ديالها ولا كتباع هذه؟ لا هذه الشونتيو ديالها باش كنخدموا الاملو. رساله اخيره كنقولوا للزبناء ديالنا ديال مكناس مرحبا بكم، هذه راه فرصه جات لمدينه مكناس اننا كنضامنوا بيناتنا، مرحبا بكم تشوفوا المنتوجات ديال المدينه وتشوفوا حتى هذه المدينه ان شاء الله راه فيها كفاءات وفيها مقاولين اللي كيعطيو لهذه المدينه. وكنتمنوا ديما الوقفه ديال الناس المسؤولين ديال مدينه مكناس يكونوا واقفين معها ويساندوا المقاولين والتعاونيات والحرفيين ديال هذه المدينه ان شاء الله يا ربي.